إحدى أهم المبادرات التي تسعى إلى نشر التفاعل مع البيئة بمختلف أنماطها، صحراء وجبال وبحيرات ووديان وواحات. كما تهدف المبادرة إلى الحفاظ على البيئة وتعلم الرياضات المختلفة المرتبطة بالحياة البرية، مثل المشي وركوب الدراجات وتسلق الجبال والتجديف في الأنهار. هي مدرسة الصحراء. تضم مدرسة الصحراء خبراء في البيئة والأثار والجيولوجيا ومدربين رياضيين، فضلاً عن مرشدين سياحيين ومصورين محترفين. الكل اجتمع على حب الحياة البرية. تكسب مبادرة مدرسة الصحراء محبيها مهارات متنوعة تمكنهم من ممارسة الرياضات المختلفة في الصحراء والجبال. وتختلف الرياضات من بيئة إلى أخرى ومن بلد لآخر، لكن الفوائد من هذه المهارات أكثر متعة وتشويقا، فهي بمثابة تطبيق عملي لرحلات وسط الحياة البرية تستخدم فيها الرياضات المختلفة.